استاذ كريم مصطفى الباحث المتخصص في العلاقات الدوليه. مساء الخير يا فندم. نقول يا فندم مساء الخير يا فندم. يعني تصريح الدول السبعه في راي حضرتك هيفرق ايه في تصرفات امريكا خلال الفتره الماضيه واقرارها امرا واقعا بان طالبان هي اللي بتحكم؟ طبعا يعني انا سعيد بوجودي مع حضرتك ويعني مشاهدينك الكرام. وبالنسبه للموضوع اللي بنتكلم فيه ده حقيقه هو كان بمثابه صدمه يعني للعديد من سواء الدول او المتابعين اللي هو الانسحاب الامريكي اللي حصل. يعني خلينا نتكلم عن ايه تاثير ده على الموقف الامريكي. هي امريكا نفسنا مكان يعني مده لحظات كده اعتقد انها كانت يعني امام. لو حياتك تتكرم عليا بس تروح خطوتين ناحية شبكة أفضل وتكمل، يعني مش محتاج تعيد حاجة بس كمل. يعني الولايات المتحدة كانت خيارات أحلاها مر، كانت نبيل إنها إما أن تتحمل وحدها أعداء الوجود في أفغانستان ويتقدر بالتريليونات فمن يدفعها هو المواطن الأمريكي، أو أنها تحمل حلفائها جزء كبير منها، وأنها تتحالف مع الجماعات القبلية القوية المتواجدة في أفغانستان وتترك لها الامر من اجل صالح الولايات المتحده ومن اجل صالح مواطنيها. معلش حضرتك ثانيه واحده، حضرتك كده يعني ايه نصلت جو بايدن من مسؤولياته اللي اعترض عليها واحد من مجلس الشيوخ وقال ان تصريحاته بخصوص الجيش الامريكي في افغانستان تمثل خزي وعار انا حسيت بيه شخصيا. ده مسؤول امريكي مش احنا اللي بنقول. وبعدين بتقول انه بيتحالف مع قبليات، ما اقولش انه بيتحالف مع حركه ارهابيه، يعني ايه الموضوع بالظبط؟ الحقيقه يا فندم انا مع سيادتك ان خلي يعني الولايات المتحده في توجهها الاخير انا لا اقول ان هذه الحقيقه ولكنني اتحدث بعبائتها، اتحدث بمنطق الولايات المتحده وليس الولايات المتحده كدوله. لا انا ارجو من حضرتك انك بس تتحدث بمنطق الشعب الافغاني واللي قرار. والسؤال هو الدول السبعه قالت محدش يعترف بطالبان، هل ده هل ده هيفيد الشعب الافغاني بحاجه ولا هيرجعوا لمجلس الامن اللي هو تابع لامريكا يبقى كانك يا ابو زيد لا رحت ولا جيت؟ خلينا نتفق ان الواقع شيء وما يتم الاعلان عنه والتصريح عنه شيء. الواقع اننا لدينا امر واقع وهو سيطره جماعه طالبان على الدوله، هذا امر في غير صالح الشعب الافغاني، وامر بالتاكيد في غير صالح حقوق الانسان، في غير صالح الشورى الامريكيه، في غير صالح القيم الديمقراطيه والليبراليه الامريكيه التي تتحدث عنها. عندما ياتي رئيس الولايات المتحده جو بايدن ويتحدث ويقول اننا لم ندخل افغانستان في المقام الاول من اجل تحقيق الديمقراطيه، بالتاكيد هذه تصريحات مغايره للموقف الامريكي وللسياسه الخارجيه الامريكيه، واننا نحاول ان نحافظ على امننا، وبالتالي نحن هنا نقول او يعني نرى اننا امام الولايات المتحده في عباءه جديده، في ثوب جديد مغاير لموقفها، وهناك اعتراض حتى من قبل حلفائها الاوروبيين. طيب ماذا عن قرار الدول السبع الكبرى النهارده من فضلك؟ هيصب في مصلحه الشعب الافغاني ولا هيصطدم بحائط الصد الامريكي مره اخرى؟ حضرتك انا اتحدث كمتخصص واتحدث من الناحيه يعني وفقا لما ارى، ما ارى ان هذا تحرك تكتيكي لمحاوله تجنب الصدمات ما بعد الانسحاب الامريكي من افغانستان. هناك انعكاسات سلبيه كثيره متوقعه ما بعد انسحاب الامريكي من افغانستان. هذه الصدمات تحاول مجموعه السبعه ما يحدث هو ليس ضغط على امريكا بقدر ما هو ترتيب وتنسيق وتحركات منسقه ومتفق عليها بين المجموعه الغربيه دول السبعه كلها دول غربيه للضغط على جماعه طالبان حتى لا تتنصل من هي الدول السبعه فيها روسيا؟ لا يا فندم احنا امام دول الاجتماع الاخير ما كانتش تمام. طيب يا فندم بشكرك جدا استاذ كريم مصطفى الباحث المتخصص في العلاقات الدوليه.